وخلينا بقى نروح لحاجة تانية برضو حلوة جدا، وختام منافسات البطولة العربية لدرجات المضمار واللي أقيمت باستاد القاهرة بمشاركة هنا 17 دولة. الخبر الحلو ليه؟ الخبر الحلو لأن مصر تصدرت قائمة المنتخبات الأكثر فوزا بالميداليات في البطولة، وتوج لاعبي الفراعنة بكام بقى؟ ب 42 ميدالية متنوعة، بواقع هنا 25 ذهبية، 10 ميداليات فضية، 7 ميداليات برونزية. بعد كده جاء بعدها بفارق طبعا كبير منتخب الجزائر في المركز الثاني بقائمة الفائزين برضو بميداليات البطولة. بعد كده احتل منتخب الإمارات المركز الثالث. يعني لو اتكلمنا عن النتائج وانعكاساتها، أعتقد دي بتعكس طبعا قوة لاعبي منتخب مصر في بطولة المضمار اللي بنتكلم عنها، وتميزهم عموما يعني في رياضة الدرجات. ونقدر نقول كمان أن عدد الميداليات اللي حققها منتخبنا ده هو حصاد الإعداد الجيد طبعا والقوي اللي خضع عليه لاعبي المنتخب قبل البطولة. يعني دايما فترة التأهيل دي هي اللي بتبقى الفترة الأساسية، فكل التحية لمنتخب مصر بجد للدرجات والاتحاد المصري كمان على النتائج دي والإعداد والتنظيم لهذه البطولة الدولية اللي احنا كل مرة بنقول يعني احنا عندنا بطولات رياضية دولية بتقام في مصر والعالم كله بيتابعها، وده دليل وإنعكاس جميل جدا لأن انت بتتكلم في ان الدولة مهما كان العالم بيمر بإيه، انت عندك دولة بتقدر ان هي تحقق بطولات وتنفذ بطولات وكمان على أعلى مستوى، حاجة يمكن في الماضي ما كناش برضو يا كريم بنشوف، ولو كنا بنشوفها كنا بنشوفها بس مش بالمستوى اللي يليق بينا، لكن دلوقتي الوضع اختلف تماما في حاجة فعلا كانت مشرفة، فمبروك يعني.